عايزة الأول أعرف منكو إيه أولا اتجمعتوا كده إزاي؟ عملتوا أسستوا أكورديونيلا إزاي؟ يعني واحنا من حوالي من اكتر من سنه بحاجه بسيطه، انا قابلت احمد وتعرفت عليه أوكي في بروجكت كده كان في الاوبرا في إيه مسرح الهناجر، وكنا بنعزف في مسرحيه يعني في الهناجر، و يعني كان عندنا بعض من الوقت كده، فهو كان معاه كاخون وانا كان معايا الاكورديون، فطلعنا في الاوبرا بره في هواء الطلق يعني انا وهو لوحدينا كده بنعزف، فهي الناس لمت قالت يا المزيكا دي حلوه قوي. فبمجرد ما خلص البروجكت ده احمد جالي الاستوديو، انا عندي استوديو، وداني انا عارفه من قبلها اوكي يعني بيعزف معايا جيتار في مناسبات تانية، فاقترحت عليه ان هو ينضم ونحاول نعمل حاجه. ففعلا ابتدينا نتجمع ونتمرن وبعدين بلاي ليست و بس بتعزفوا الحاجات كلها بطريقة مختلفة، يعني أنا أخدت بالي إن دايماً في كده تاتش مختلف شوية عن المزيكا اللي احنا معتادين عليها من الأغاني المعروفة. مظبوط. هو كمان رفيق موزع موسيقي، فهو عامل توزيعات لكل الحاجات اللي عشان بنلعبها، كده فاحنا عندنا حاجات احنا بنعملها يعني احنا اللي عاملينها فعلا، أوريجينال وفي حاجات تانية احنا بس رفيق بيعيد توزيعها وبنقعد نذاكرها مع بعض وبعدين بنعرضها. طب انا عندي سؤال، احنا لما قلنا اكورديونيلا قلت لنا لا اكورديونيلا، فانا عايز اعرف ليه اكورديونيلا مع ان هو اكورديون. ما هو الاكورديون بيتكتب بالايه يعني اصلا؟ لا اوكي ماشي، تمام، فاحنا بنينا الاسم بس بتاعه بيتنطق او اكورديون، يعني ممكن يبقى ده الاسم الدارج بالعربي اكورديون كده، لكن هو لا هو بالاكورديون لو بالسبيلنج الصح اكورديون، اكورديون، والله العظيم ابدا عشان نخسر بعض. هو صح اكورديون 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 هو الاله اسمها اكورديون. اكورديون يس، واحنا حطينا اكورديونيلا علشان تبقى مميزه يعني السوليست اكورديون، ف يعني حبينا ان اسم الفرقه يبقى ليه علاقه بالاله السولو بالاله نفسها، هي صوتها الصوت الاكورديون مختلف. جميل. الاكورديون الاكورديون انا لازم اروح ابحث عنها دي. ما تراجع ورايا انا بعد انا هراجع. طب يا داني اخترت ليه الجيتار؟ الجيتار بحبه من زمان، كان بالنسبه لي من وانا صغير هو اله مميزه يعني بابا وماما ودوني اتعلم بيانو في الاول. ايوه لا يعني قشطه، بيانو لذيذ بس ما كنتش حاسس قوي. لا لا مش بناتي، مش الفكره، بس حسيت لا يعني مش هو ده اللي انا عايز اعمله، يعني مش هو ده اللي عايز اعزفه. من زمان بحب اسمع الجيتار، فقلت له عايز اجرب الجيتار، فوداني عند عمي برضه بيلعب جيتار، فروحت له قعدنا مع بعض، راح له بعد ما خلصنا قال له بص هو اتعلم كل حاجه، اتعلم كتير قوي من اول مره. قال له ازاي؟ قال له اتعلم مش عارف كام كورد والسلم وبتاع. فقال طب ماشي، فبدات انزل لعمي كذا مره، بعد كده اداني الجيتار بتاعه، قعدت اتعلم جيتار، بعد كده بدات انزل اتعلم مع ناس مختلفه، بعد كده قعدت اكمل انا لوحدي في البيت بس، وكل شويه كل ما اقعد مع جيتار اكتر بحبه اكتر، يعني بحب الجيتار فعلا. هو عموما الواحد لما بيحب حاجه معينه ويعني بجد بجد بيبقى بيحبها بيتقنها اكتر واكتر. صحيح. طيب هتسمعونا ايه بقى تاني؟ يلا بينا. One, two, three.